خلاص الشتاء بدأت رسمي، خلاص موسم الشتاء ابتدى يوم 21، وطبعا يعني ابتدت حالة من القلق كده، وخصوصا النهاردة شفنا شوية يعني تغيرات في الجو، والناس ابتدت تسأل خبراء الأرصاد طب ايه اللي جاي. الناس بتتكلم على انه دي يمكن الشتاء الأبرد خلال 10 سنين اللي فاتوا هتكون في نصف الكرة الشمالي. فايه اللي بيحصل؟ هل احنا فعلا نواجه أبرد شتاء هيمر علينا خلال ال10 سنين اللي فاتوا؟ في بوادر ابتدت كده نشوفها النهارده، شويه عواصف كده وناس ابتدت تبقى قلقانه واغلاق للموانئ. فخلينا نطمن من دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد. مساء الخير عليكي يا دكتور، ولو تطمنينا اخبار الجو ايه الفتره اللي جايه، والشتاء خلاص ابتدت رسمي، احنا فعلا داخلين على شتاء هي الابرد خلال ال10 سنين اللي فاتوا، ولا الموضوع عامل ازاي؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. طبعا احنا يمكن من امبارح فعلا بدأنا نحس انخفاض في الحرارة مع نشاط رياح مثير للأتربة، وأيضا ده بيزود الإحساس ببرودة الطقس. فيمكن امبارح والنهاردة وإن شاء الله متوقع أن يستمر معانا بكرة نشاط الرياح اللي زود إحساسنا ببرودة الطقس وكان مثير للأتربة أمس وطبعا اليوم. وطبعا ده غير طبيعي خلال هذا التوقيت، لأن المفروض الأتربة دي معتاد عليها دايما في فصل الربيع، لكن احنا نشوفها في أول يوم في بداية الشتاء ده طبعا بيكون شيء غريب شوية، وده نتيجة لطبعا التغير المناخي اللي بدأنا نتأثر بيه، وبدأنا نشوف يعني ظواهر مختلفة في فصول مختلفة غير في أوقاتها الطبيعية. أما بالنسبة طبعا لهذا العام فالمتوقع أن هو شتاء أبرد، لا بالعكس احنا بننفي تماما هذه الشائعات. فعلى العكس رغم أن ظاهرة النينو أثرت علينا هذا العام، بدأت في شهر يونيو. إيه ظاهرة النينو دي يا دكتور؟ لو تفهمينا بالراحة، إيه ظاهرة النينو دي؟ وازاي اثرت على النينو دي؟ ظاهره مناخيه المفروض ان هي لما بتحصل ده بتؤدي لارتفاع درجه الحراره في المحيطات، وبالتالي بتؤدي في ارتفاع درجه الحراره للغلاف الجوي على مستوى العالم كله، فطبعا متوسط درجات حراره، وده اللي احنا شفناه هذا العام في الصيف. وكانت درجات الحراره طبعا مرتفعه بشكل كبير على دول اوروبا والشرق الاوسط، وسجلت ارقام غير مسبوقه. ده بيؤدي لشتاء بيكون شديد البروده، لكن ده برضو بيتكلم عليه التقارير دايما اللي بتصدرها المنظمه العالميه للارصاد الجويه او الوكاله الدوليه الحكوميه الاي بي سي سي، بتكون تقارير خاصه بمتوسط درجات الحراره على مستوى العالم. يعني لما بتقول ان ظاهره النينو هتاثر بشتاء قاره البروده وابرد شتاء منذ 10 اعوام، ده بتتكلم عن متوسط درجه الحراره على مستوى العالم، لكن ده مش معناه ان كل الدول هتتاثر بشتاء بارد. على العكس احنا عندنا في مصر الحمد لله لحد الان تعتبر درجات الحراره اعلى من المعدل، ويمكن حتى الان مر فصل الخريف الجو لطيف جدا بصراحه، امطار اقل من المعدل ودرجات حراره اعلى من المعدل. طيب يا دكتور يعني طمنتينا، شكرا جزيلا. دكتوره ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. ان شاء الله الجو يفضل لطيف ومنعش كده، وكل محبي الشتاء يكونوا مبسوطين ومستمتعين بالاجواء الشتويه.